السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم الدكتور عمر القيسي. طبعا صار لي مدة كثيرة انقطعت للأسف، صارت عندي مشاغل وأمور معينة، لذلك إن شاء الله أرجع بفيديوهات جديدة في يعني الأيام القادمة ممكن والأسابيع القادمة. أكو إعلان جديد، اللي يعرفونه يعني دكتور عمر القيسي يقدم فيديوهات طبية، يعني محاضرة طبية تشمل طلاب الطب، الأسنان، الصيدلة، معاونين طبيين، محللين، يعني الاختصاصات الطبية بشكل عام. فأقدم فيديوهات لهم يعني طبية بحتة، مرات أسوي فيديوهات ثانية. فطبعا هواية من الناس لما أسوي فيديوهات ثانية خاصة اللي هم باختصاص الطبية يعني يملون شوي من الموضوع كونهم يريدون فيديوهات طبية بحتة. يعني نوعا ما أحب يعني أسوي فيديوهات بمختلف المواضيع مو فقط طبية، فلذلك شفت من الأفضل أنه بقي هذا القناة قناة طبية، اللي هي قناتي هذه قناة عمر القيسي، بقيها قناة طبية ما غير أي شيء من المحتوى، يبقى طبي بحت. وجبت لكم صبورة جديدة وإن شاء الله سوي لكم عليها فيديوهات جديدة طبية تستفادوا من عدها. بعد قناة راح تبقى طبية بحتة وما أريد أخربها، أضيف بها محتوى ثاني حتى يعني الأغلبية اللي تابعيننا نحتراما لهم، هم أغلبيتهم يعني متابعيني لمواضيع طبية. فأكو بعض المواضيع المرتبطة بالصحة النفسية، بطب النفس، مرتبطة بأمور اجتماعية، مرتبطة ببعض يعني قراءاتي المتواضعة، بعض الخبرات، بعض الأمور يعني مثل الطلبة الغير يعني المهم بشكل عام. فهذه ما أقدر أقدمها بهذه القناة حتى لا أخرب المحتوى الطبي البحث بهذه القناة، واحتراما للناس اللي اشتركوا بهذه القناة. فسويت قناة جديدة اسمها كافيين، اللي موجود اسمها ورايا، تمام. فالنطب طبعا هو شعاري للقناة هذه، قناة طبية، كان أصلا اسمها Art of Medicine بالبداية، يعني غيرتها حلتها باسم دكتور عمر القيسي، فهو هذا شعاري إلها. والقناة الجديدة اسمها كافية. طبعا ليش اختارت هذا الاسم؟ لأن ما لقيت اسم يمثلني أكثر من هذا الاسم، كوني أنا أحب أشرب قهوة هواية، ويعني دائما طلاب يعرفوني اللي كانوا يدرسون يمي دائما أقول لهم دائما جيب يعني القهوة والقهوة والقهوة والقهوة، القهوة يعني قهوة باللهجة العراقية، تمام. هذا الشيء أحبه، فماشي يعني أسميها قهوة شفتها صعبة، فقلت خلاص أسميها كافيين. طبعا بيها هواية أمور راح تصير منها، أمور يعني مختلف المواضيع الاجتماعية وغيرها أحب أناقش بيها، وراح يكون أسلوب بسيط، يعني مجرد أنه تجي تسوي يعني ريلاكسيشن وترتاح وتسمع مواضيع مختلفة، قسم منها علمي قسم منها اجتماعي، يعني شغلات أنا أحبها صراحة أقدر أقدمها هناك. هذه القناة راح تبقى طبية بحتة، ما راح أهملها. هذه قناة ثانية أقدر بها أناقش مواضيع ثانية، أطرح بعض المواضيع النقاش بها، يعني أمور ثانية أقدر أسويها بديج القناة، أتحرر شوية من مواضيع الطبية البحتة بهذه القناة. فهي راح تصير قناتي، فالموجود بالدسكريبشن اللينك لها، تقدرون تشتركون بيها وإن شاء الله أقدم لكم بيها محتوى يليق بيكم، وأتمنى لكم كل الخير. بس إن شاء الله بفترة جاية أحاول أسوي فيديوهات طبية جديدة، اقترحوا لي مواضيع تحبون تناقشوها بالقناة هذه أو القناة الجديدة، يعني كتبوا لي بشكل عام اقتراحاتكم، طبعا استفاد من عندها جدا أنا وأقرأ تعليقاتكم. الرد على التعليقات مرات بسبب ضيق الوقت وانشغالي صراحة صعب أرد على كل تعليق، فأكو بعض الناس يخلي هذا الموضوع لهم نوع أنه هو متكبر، هو ما يريد يرد، هو لا والله لما دا يصل لي مجال أو شيء دا أرجع لتعليقات قديمة مرات أرد، لكن تعرفون أنتم كلكم عايشين بالحياة وتعرفون ضغوطات الحياة، يعني مو شيء غريب عليكم، وكل واحد تعرفون عنده مشاغله، ويعني يعني الحياة هذه بعد واضحة. فهذا اللي يمنعني والله أن أرد على كل تعليق، لا أبد، بالعكس الكل محترمين والكل على راسي، وأنا جمهوري الحمد لله من كثير من البلدان، يعني مختلف البلدان، فتحية حب واحترام لكم جميعا، ودائما أتمنى لكم كل الخير دائما إن شاء الله، لكم الصحة والعافية، ألقاكم في فيديو آخر، سلام عليكم.